شو عم يصير السم أفندي؟ اللي عم بيصير خطير جداً دكتور أسامة، ممكن يوصلك لحبل المشنقة. لو قبضوا عليك كانوا حكموا وحالنا إعدام. قبل ما تعرفت عليك كنت أحلم قابل البطل. بطل عندي هيدا الحلم لأنك تعرفت علي. الشيخ طلال بيقول ليك تحدد اليوم اللي بيناسبك للعرس. بترجيك خليني انزل على المدرسة، مستعدة اكل وقعة واحدة بالنهار مقابل رد لك ديونك. اطلب اللي بدك يا جلنار، الا انك تفل من الضيعة. بوشيد دكتور اسامة شاكك انه يكون هو البطل. ليت بقدر ساعدها تتوفي الدين، بس اكيد الشيخ طلال رح يسأل عن مصدر المال. مظبوط، هو من غير شي شاكك انه بتعرف وين مخبيه. الشمس البحر من عدمات لبست قلوب الناس دوب الليل، حبر الخيانة سطر الكلمات، والحب دمعة حاملة أهار. غابت الشمس البحر من عدمات ولبست قلوب الناس دوب الليل، حبر الخيانة سطر الكلمات، والحب دمعة حاملة أهار. خلف الغيوم الحابس البكرة تاريخ يكتب للمجد ذكرى، يوشوش الليل يفيق وينادي، وللأرض يصرخ بسما بلادي. كسر قيود الكبل بإيديك واحكم عيالي تاجروا بدمك، انت الدنيا ومجد الدنيا عينيك، يا زهر غير الرب ما شمك. وحده الحب بيكبر وبيضل بيدوس عالتيجان والمظهر، ما بينشرى بالمال ما بينزل، لحده حبيب وهالدني بيحتل، مثل العطر بيفوح بيندي، رغم الصعوبة الحب بيهدي، مال وعمر زهر الربيع وامس، يلمع صبا مع كل جرق شمس. كسر قيود الكبل بإيديك واحكم عيالي تاجروا بدمك، انت الدنيا ومجد الدنيا عينيك، يا زهر غير الرب ما شمك. كتبت لها بالمكتوب لجلنار اني عم بشتغل عند مرة مريضة وغنية وعيشة لوحدها، عم تعطيني اجرة، الا رح ابعت لها كل شهر نص اجرتي. يا ريت بقدر ساعدها تتوفي الدين، بس اكيد الشيخ طلال رح يسأل عن مصدر المال. مظبوط، هو من غير شي شاكك انها بتعرف وين مخبيه. مع ذلك بعد الشبهات عنا وعن امي كتر خير، إلا تخبي المصريات للحاجة ما تخلي حدا يعرف فيهم. حاضر. هون في دواء جديد لفؤاد جايبه معه الدكتور أسامة،
لازم ياخده كل يوم الصبح بعد التربية. قال له يوقف الدواء القديم. أنا كتبت له كل التعليمات لجنار بالمكتوب، بس أنت كمان فهمها. كمان حاضر. بعزبك معي شاهين. شو ما عملت ما بوفيك جميلك علي. أنت خلصتي لحياتي. تبعها حالك. خاطر. من أي كوكب أتيت بكل هذا الجمال؟ كوكب جديد أجمل من القمر ونوره أقوى من الشمس. رستم أفندي، هيدي قصيدة شعر. جمالك يوحي بالشعر حتى بالنسبة لرجل لم يسمع قصيدة في حياته. تفضل. شخصية فزة يا جلنار، يا ريت في مجال تتعرف عليه. الشباب مبهورين فيه. لك إذا قال لهم زدتوا حالكم بالنار بزدتوا حالهم بدون تردد. إلك ساعة بتحكينا عن الدكتور أسامة إبراهيم، ما جبت لي سيرة البطل. البطل ما بيظهر، بيعطينا تعليماته من خلال الدكتور. بطلت معجب بالبطل؟ أكيد لا، بس الدكتور قالنا مش مهم نشوفه تنعرفه. مبادئ وأحلامه بيحكوا عنه، مشان هيك بطلت متحمس تقابله. بيناتنا، بس توعديني ما تخبري حدا. مو وعدك. عدي جنار، اللي رح أقوله كتير خطير. وحياة صحة فؤاد ما بخبر حدا. أنا وكمال كنا شاكين، هلأ بطلنا لأنه هو نكر هيدا الشيء، بس طبيعي ينكر لأنه ولك خلصني بقى، بشو شاكين؟ انه هو يكون البطل ومتخفي تحت اسم مستعار. ليش انتو بتعرفوا اسم البطل؟ لا، يعني يمكن البطل يكون الدكتور أسامة إبراهيم. مزبوط، بس هو نكر هيدا الشيء. اكيد بده ينكر اذا بده يضل هويته سرية. بتمنى يكون هو البطل، لانه غصب عني صرت عم حس انه ولائي صار له، وهيدا شعور كل الشباب. شو متحمس؟ بعد ما سألتني عن سوريا. شفتها. شفت سوريا؟ طلعت لفوق؟ هي أكيد شفتك؟ لأنه مع أنه صحتها أبداً مش منيحة وعم بيكون برد كتير، بتضل قاعدة على التراس عم تطلع على الشجرة محل ما وقفت أول مرة. شافتني. بعدها صحتها مش منيحة؟ ما بدي خوفك، بس مش عم تاكل؟ عم تاكل قد ما بتقدر، بس لأنه أنت طلبت منه. بالأول وقفت أكل لأنه كان بدها تموت، وهلا ما بقى تقدر تاكل،
بتضل ساعة تبلع، وبس تبلع بترجع تراجع كل شي ببطنه. عن جد أمي منيحة؟ أكتر ما بتتصوري، مش ناقصة إلا شوفتكم. ومن وين كل هالمصاري والهدايا اللي عم تبعت لنا إياهن؟ عم تشتغل، مش مخبرتك بالمكتوب؟ بلا، مين هالست؟ ست غنية ومريضة وعايشة لحالها، بحاجة لحدا يهتم فيها. يعني مثل الست اللي كانت أمي تشتغل عندها أنا وصغيرة، مقابل أنا تقوينه. مظبوط، قالت لي شي مثل هيدا. ليس هناك أجمل من خيال أن أراك في الواقع رغم أنك ترقصي لكل الناس. وأنا مبارح رقصت من دون نفس. قمر، ما قولك لو توقفي الرقص؟ شو هالحكي رستم أفندي؟ كيف بعيش؟ لا تهتمي قمر، عائلتي غنية جدا، سوف أؤمن لك بيت وعربية، وكل شهر 100 ليرة أصمالية، وأشتري لك ثياب ومجوهرات، لن أدعك تحتاجي شيئا. مقابل شو رستم أفندي؟ مقابل أن تكوني لي وحدي. عشيقتك يعني؟ لماذا تسميها هكذا قمار؟ أنت تحبينني وأنا أعشقك. يلي بالقلب ما فينا نسيطر عليه، بس مش معناها نمشي بالغلط. يلي عم تعرض علي بعتبره إهانة لإلي. إهانة؟ مستحيل أن أوجه لك إهانة قمر. لو ما كنت رقاصة كنت تجرأت تعرض علي هالعرض؟ أعرض عليك ماذا؟ أن توقفي الرقص وتعيشي معززة مكرمة؟ أين الإهانة؟ ما بقبل يملكني رجال إلا بالحلال. ولكن أنا متزوج. مش ذنبي. سوريا، شو عم تعملي تحت الشتا جنيتي؟ سوريا فوتي هلأ أو بفل. جبالي شمسية. سوريا نزل عبيروت. ليه عمل هيك؟ ليه ما رجع بعد مرة قبل ما ينسى؟ ما قلتي له إني دايما عم بقعد على التراس؟ بالعكس، عيطت عليه لأنه إجا. لو شافوا حدا من العمال أو الفلاحين وخبر الشيخ وجيه أو الشيخ طلال، شو كان صار؟ حرام عليك تعملي هيك، حرام. أنت عارف إنه هيدا الأمل الوحيد اللي عم بخليني أوعى الصبح. أنت كمان صرت قاسية مثلهم كلهم. روقي سوريا، أنا عملت هيك لأنه خفت عليه. إذا عرف الشيخ طلال إنه شافك أو شفتيه بيأذيه، أنت بترضي تعرضيه للخطر؟ يلا، تعي تنفوت قبل ما نعمل نزلة صدرية. ألمانيا أعلنت حرب على الحلفاء.
شو؟ جديد الأرجيلة هالأيام؟ ولك بدي أقتل الضجر، حاسة حالي حزينة. يا حرام شو عم يعملوا بهالشباب، تجنيد بالصخرة. العالم مش عارفة لوين بدها تهرب ولادها، وهالخمارة صايرة للختيرية والعسكر التركي وهاني بيك. دخلك كيف مخلص هاني بيك من التجنيد؟ منو تحت الأربعين وبدها ذكاء، دافع فدية، العترة على الفقير. منيرة، قولك بهالظروف بعت باله العسكر اللبناني اللي حقني ويراقب الولاد؟ بدي شوفن، القي نظرة عليهم ولنه من بعيد، بقى قادرة اتحمل. ان شاء الله فكرك تطلعي على الجبل. ولنه يوم بتنكر بعمل حي الله شي، بس اطمن عليهم وارجع. دخيلك اعتقينا من هالقصة، مش فاضيين نركض وراكي ونفتش عليكي اذا لقطوكي. واخرتها بدي ضل هيك عايشة بعيدة عن ولادي، انطر جمعة او جمعتين تعرف عنهم شي؟ هيئتها الحرب مطولة، والاخطر اذا فاتوا فيها العثمانيين. شو بعرفني انا كيف تقلوا بالظروف؟ يمكن تسكر الطرقات بين بيروت والجبل وتنقطع اخبارهم عني. منيرة، انا طالعة اشوف ولادي. وحياة الله جنيتي، بشرفي رح ودي ورا خليل، خلي خاطر بحياته ويجي تيمنعك. ما رح يلحق. ما رح خليك تروحي. ماني رايحة هلأ، بدي فكر وخطط. صف لك رقبتك، هربتي لي قلبي. طقس دافي والشمس شارقة، ومين أقعد على التراس؟ مش قادرة، تعبانة وموجوعة وضايق نفسي. هلأ بطلت عجبتك قعدة التراس؟ سقط الرشا حرويك وكنت متة لو ما لحقوك بكاسة الهوا من ورا وقفتك بالشتا وبالبرد هداك اليوم. قطعت 3 أشهر على الخبرية وبعدك عم تلومين عليها؟ ما بيكفيني بيي وعمتي والشيخ وجيه. مش عم لومك، بس لازم تقومي من التخت وتتمشي شوي. مش قادرة أمشي. لكن رح قاله لشاهين يجي إذا هالشي بخليك تقومي وتتحركي. لا اوعى دخيلك، كان معك حق، هيداك نهار تمنعي يجي. ولا لو عرف في طلال كان علق له مشنقته على شجرة السنديان. فإذا قوي حالك، ما فيك تضلي كل حياتك قاعدة بالتخت. بلا في. خبرينا عن دكتور أسامة إبراهيم، ليش بحبه شاهين هالقد؟ صرت مخبرتك فوق 100 مرة. خبرينا بعد. اهلا هاني بيك، جيت بوقتك. شو رايك فنجان قهوه؟ كثير منيح. جايب اخبار جديده من بيروت؟ ما بقى في شباب بالجامعات، اخذوهم على التجنيد الاجباري. اذا بدك تحافظ على عمالك بدك تضطر تدفع فديه. عم يلقطوا الصحفيه ويحطوهم بالحبس بتهمه التآمر على الباب العالي. الاهالي عم بيخبوا اولادهم، بعض منهم عم بيهربون على الجبل. على فكرة، شو رأيك؟ حلو حلو، بس هلأ وقت تشتري مجوهرات؟ اشتريته من ملاك، عايز مصاري طيهرب ابنه يلي مع الصوار، اعطاني اياه بربع حقهم. بهالايام بتستفيد كتير اذا معك نقدة. حبيت الطقم؟ رح تنبسط فيه مرتك. مش رأى هديه لمرتي، يلي عندها بكفي وبزيد. رأى هديه لأمر. ما بفتكر أمر بتقبل هدايا من حدا. شو عرفك؟ بدك تقلي رستم أفندي بعد لهلا مش هدية ولا هدية؟ لا ما بفتكر. ليه بحسك تتضايق بس أحكيك عن أمر؟ انت صديقي وما بدي اياك تخرب بيتك بسبب قمر او غيره. بعدين انت بتعرف انه رستم افندي بغار عليا من الهوى اللي بنسي،
ومش من مصلحتك تعمل عداوة معه. مش بإيدي دكتور أسامة، سحرتني، محتلة أفكاري وأحلامي ليل نهار. كنت مفكر أني سافر لفترة أنساها، بس علقت الحرب صارت هي النور الوحيد بهالظلمة. حرب واصلة علينا، صار السؤال هلأ إذا السلطنة بتدخلها مع الحلفاء أو مع ألمانيا. على لحظة كانوا لقطونا، هربنا منهم أنا وعمر والشباب وتخبينا بزاروب. شاهين والياس ووليد لهيون بحالهم لأنه معهم نردة تثبت أنه لبنانية، افتادونا تماخدونا على التجنيد الإجباري. كان معهم نشير؟ لا، كنا عم نتظاهر ضد التجنيد الإجباري ونفذنا كل تعليماتك. تعليماتي أنه اللبناني بس بينزلوا على المظاهرة. لو ما اضطروا وليد وشاهين والياس أنه يحموكن ما كانوا لقطوا. كان في 10,000 خليقة، ما فكرنا أنه رح يشوفونا. خالفتوا أوامري، كيف بدي بعد أصفيكن؟ بعتذر، تحمسنا وكان قرار ابن وقته. ممنوع القرارات الغير مدروسة، كل تصرف مهما فكرتوه بسيط ممكن يكلفكن حياتكن ومستقبلكن وفضح نشاطات الحركة. بحلف بحياتي ما بقى خالف أوامرك لو كانت رح تسبب موتي. لازم نفكر هلأ كيف نطلع شاهين ووليد والياس من الحبس. حازم بيك مش صديقك؟ إن شاء الله يقدر حازم بيك يعمل شيء، لأنه أكيد رستم أفندي ما رح يصدق أنه اتلقط بشاهين إذا عرفه، ما رح يتركه بسهولة. معقول يكون بعده متذكره من هيداك الوقت؟ حسب ما خبروني منيرة وياسمين تمرد عليه وحكي عن الحرية، وهودي شغلتين ما بينساهم رستم أفندي. بس شاهين لبناني، يعني منه تحت سيطرة رستم أفندي. بهيك وضع كل اللي يعتبر خاين السلطنة العثمانية بيكون تحت سيطرة رستم أفندي. منيرة؟ منيرة؟ شو؟ إن شاء الله تكوني عقلتي. إيه؟ الحمد لله. رح تطلعي معي. لوين؟ عالضيعة. شو؟ الناس رح تشك بزلمة يوصل عالضيعة ويفوت عبيت نصيف من بين كل البيوت، رح يشكوا انه هيدا انا متنكرة. بس اذا اللي فايت عالضيعة ست بياعة قماش او زينة ما رح يجي عراسهم لانه معودين عالبياعين. انا بياعة؟ ايه، ورح تدقي عكذا بيت قبل ما تفوتي عبيتنا، ومنهم قصر الشيخ عبدالله. بدك تفوتي عقصر الشيخ عبدالله؟ ما رح يستقبلونا، ما في بالقصر إلا الشيخة ناهية، وأكيد رح تزتك برا. وأنت شو رح يكون دورك بالموضوع؟ أنا السايس، رح سألك عربية الخيل وأحملك البضاعة لحد البواب. وكيف بدنا نغيب عن الخمارة؟ نطلع الأحد بعد نص ليل ومنرجع التلاتة بالليل. في أمل غير لك فكرك؟ أو رح تعي بقلبي ونشف ريقي على الفاضي؟ بدي شوف ولادي منيرة. حازم بيك مش قادر يعمل شيء، ورستم أفندي مصر إنه شاهين والياس تابعين لحركة الإصلاح. قدرت شفتون؟ لا، بس شفت اثنين من الشباب يلي لقطوا بالمظاهرة مع شاهين والياس، كان وجههم مورم على الضرب وعم يعرجوا. أكيد عم يضربوهم فلق، أكيد عم يجربوا ياخذوا منهم اعتراف بالقوة. لازم نعمل شيء، ما فينا نتركهم تحت رحمة رسوم أفندي. روق، بدنا نشوف وضعهم إذا بيحمل تأجيل، أفضل ما نكشف ورقنا بالوقت الحاضر. كيف بدنا نعرف وضعهم إذا ما خلونا نشوفهم؟ رح جرب شوفهم. سبقتك لهون، طب ما خلي حدا ينتبه انه لاحيك. هاني بيك، شو بتريد؟ رمز اعجابي بشخصيتك وبفنك. وجودك بكفي وبوفي. بترجيك تقبل اليوم مني.
بعتذر بس أنا ما بقبل هدية من حدا. أنا نيتي صافية ومش طالب شي بالمقابل. ما عندي شك بحسن نيتك. إذا ما بتقبليهم رح اعتبرها إهانة. إذا اعتبرتها إهانة أنا بزعل. أنا ما بقدر أزعلك. تصبح على خير. جربوا يعرفوا مني شي. قلت لهم اللي بيقولوا ابو الهول والياس ووليد ذات الشي كمان. في أربع حراس برا نصوب بعيديهم بس تما يقدروا يستعملوا سلاحهم. ما بدي يقتل إلا عند الضرورة القصوى مثل الدفاع عن نفسه وعن رفيق. أول غرفة بالحبس فيها ضابط وعسكريين، تاني غرفة على اليمين فيها ضابط وكاتب ومترجم مش مسلحين، في غرفة على الشمال بيرتاحوا فيها العسكر بدون سلاحهم. هولي بيكفي نقفل عليهم الباب، المفتاح موجود بالقفل من برا، ونخلي اثنين من رجالنا على الباب. وفي باب حديد جواته واربع زنزانات، هولي اللي ساجنين فيهم شاهين ووليد والياس. امي حشيشة قلبي. كيفك امي؟ ما بصدق عيوني، عيوني انت. امي شو عم تعملي هون؟ جيت شوفكم. دب قلبي عليكم. امي عم تخاطري بحالك. العربية الغريبة رح تلفت نظر اهل الضيعة. زيتا منيرة. وعقدين فكرة تنعيني بعد برا ست ياسمين. مرحبا. اهلا. أكيد حضرتك الست الأمي عايشة عندها. إيه إيه صحيح. بس بعدك صبية. أمي قالت لي إنك كبيرة بالعمر. وناوية كمان تخاطريني ست ياسمين؟ أنا ما قلت إنك كبيرة بالعمر، قلت إنك مريضة. صحيح مزبوط، هيدي مزبوطة. سلامتك. تفضلي تفضلي. وين فؤاد؟ وين بده يكون؟ عن جده. أمي عقد ما أنا مبسوطة بشوفتك عقد ما أنا خايفة عليك. إذا شوفتكن بدها تكلفني حبل المشنقة مستعدة. بترجيكي روحي عيطي لخيك رح موت لشوفه. بتشوفي ربع ساعة وبتفلي. طلقتين عربية؟ نعم دكتور. وريد حاضرين؟ كله حاضر بس ياريت ما بتشاركنا بالعملية. هيدا موضوع حكينا فيه ما بدنا نعيده. بوعدك انه رح ننفذ الخطة بكل دقة. انا اللي بعطي الاوامر مش انت. البطل موافق انك تشاركنا بالعملية؟ حتى امرني اني شارك فيها. فارس صار دوركم انطلقوا.
بعد خمس دقايق بنطلق انا وحسن وخضر وجورج. خمس دقايق بتلحقونا انتو تمن لفت نظر الحراس. نلتقي كلنا عم نطول الدكان جبال السجن تنشتري تبخ. شو بدك مني؟ كنت متسلى عن جدة. قلت لك ستي عم تشتري لك تياب من بياعة وبدها تقسلك ياهن. نهاركم سعيد. امي؟ يا حبيبي يا عمري انت يا عمري. ضايق انت. ما خبرتي؟ انا ما قلت لك خبري لتا ما يتفاجأ. خفت يعمل ردة فعل وحدا يشوفه ويشك بشي. بك شي امي؟ حاسس بشي؟ اشتقت لي كثير. ما انا بعرف انك اشتقت لي كرمال هيك جيت. لاني انا كمان اشتقت لك يا عمري. يا عمري شممني ريحتك. كيف سمحتم ان يحدث هذا؟ اين كنتم؟ ماذا كنتم تفعلون؟ هذه إهانة للباب العالية للعسكر التركي. كان يجب ألا تستسلموا وأن تحافظوا على كرامتكم. فاجئونا ما كنا متوقعين. هيدي سابقة مش صايرة. ما حدا تجرأ قبل اليوم يقتحم السجن. لا أحد يتجرأ أن يفعل هذا سوى الذي يدعو نفسه البطل الكلب الجبان. أصبح القبض عليه أهم شيء في حياتي. سأكتشف وأعلق مصداقته أمام السراي. كل يوم بتغسلوا الجرح أنتوا الياسو بتحطوا من هذا الدواء. أنتوا الياسو وليد لازم تغادروا بيروت. طلعوا على الجبل مش على بيوتكم لأنه رح يفتشوا عليكم فيهم. طحوني 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 بالضيعة مهجورة ومطرحها منزوي. في ناس هونيك أهل الثقة بيقدروا يساعدونا ويأمنونا أكل وشرب. قد ما فيك تختصر الناس اللي بيعرفوا بيكون أفضل. شخص واحد بس مآمن بالاستقلال ومتحمس ليساعدنا. فكرة الطحوني منيحة. كمال وعمر لازم يطلعوا معكم لأنه رح يعرفوا أنه كنتوا ساكنين بذات الغرفة بالجامعة أنت وياهم ورح يكونوا أول ناس بيشكوا فيهم. بذات الوقت منهربوا من التجنيد الإجباري. وحضرتك مش جاي معنا؟ أنا مضطر أرجع المزرعة بسرعة. بركي رجعوا يستكشفوا. وبركي لقطوك؟ ما فيهم يلقطوني ما عندهم إثبات. قادر تركب حصان؟ كل واحد ياخد بارودي. كمال المصريات بجيبتك؟ نعم دكتور. رح أبعث لكم شاب يأمن لكم السلاح والمال ووصلكم التعليمات والأخبار. كيف رح تعرفوا وين طحوني؟ ياسمين ما بتعرف؟ بلا. إذا شفتها سلمني عليها كتير واعتذر لي منها أنه مش رح أقدر بقى أجيب الأخبار ومكاتيب من ولادها. موفقين شباب. من هلا ورايح لازم نكون حذرين ودقيقين بكل خطوه نخطيها. حاضر دكتور. كنت عارف انه مش رح تتركنا نطول بالحبس. لا انتم مدرس للعسكر العثماني. حابب شوف وجهه لرستم افندي هلا. شوف وجهك بخير. عم جمع مصاري تاخدكن وين سافر. وبتتركوني لوحدي باخرتي يا امي؟ ما رح نتركك لوحدك يا امي. بتسافري معنا. يا تعتيري انا سافر بعد هالعمر؟ مهم نكون سوا. ليش انا قديه بعد رح اعيش؟
بدك تدفنيني ببلاد غريبة؟ الله يطول بعمرك يا أمي، بس مش أحسن تموتي ببلاد غريبة من إنك تعيشي بعيدة عنا؟ بلا أمي، صار لازم تمشي، العربية طولت قدام الباب والضيعة كلها بتعرف إنه ما معنا مصاري نشتري تياب. معك دوا اللي بعتي لي عم بفيدني كتير، حاسس حالي أحسن وما بحس بدي أنفس مثل الأول. الحمد لله، انتبهوا على حالكم، راح الكتير وما بقي إلا القليل، بعد فترة ما بتلاقوني إلا بعدت وراكم تنسافر. يلا منيرة. إيه منيح، خمس دقايق بالزايد أو بالناقص ما راح تعدي متأخر، عدي بعد شوي. أقولك هيك؟ طيب خليكن بعد شوي. في يقول لجده انه جيتي؟ ما بيخبر حدا. اوعى، جدك صاير خرفان، وشو عرفك انه ما رح يخبر حدا؟ جدي مش خرفان، بيحبها لامي، ما رح يأذيها. ما رح يأذيها عن قصد، بس يمكن يأذيها بلا ما يعرف، افضل ما تخبره. خليك حده، وجودك حده بخفف عنه وبيسلي. ايه ضيعانه ما يتسلى. امي يلا يلا ماشي. عملي معروف، انتبهي على امي. ولك تكرم عينك، رح حطها بقلبي. يا هل ترى بعد رح يشوفوك عيوني؟ الله يطول بعمرك يا أمي، بعدك صبية. صيبتك كبرتني 100 سنة. صليلي وترد علي. الله يرضى عليك ويحميك ويزرع دربك ولاد الحلال مثل أفضال الست منيرة. الله يخليكي، ما تعتلي هم، ياسمين مثل أختي الصغيرة. مزبوط بطلت تضايقك الشيخة ناهية أو بعدك عم بتخبي علي؟ الشيخ طلال هددها. انتبهي على خيك وعلى ستي وشريك. خبريني شوي.